مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. هالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة اللي مهمة بزاف وحقها استعجالية، وهي ان واحد الفكرة خاطئة كيستعملوها الناس في هاد الايام ومتداولة بين الناس، خصوصا في هاد المنطقة اللي رحنا فيها، منطقة شرقية. فكرة خاطئة 100%، غادي نشرح الأسباب يعني شنو هي الفكرة. هذه الفكرة أن الناس جربوا واحد القضية، واحد الدواء اللي كيتعطى في السبيطار مجاني، هو دواء بشري وكيستعملوه الناس ك يعني تحصين الأرانب. هذا الدواء شنو هو؟ وهو ديك الكينة ديال الولادة اللي كيديوها العيالات، يعني النساء كيديوها من السبيطار، يعني باش ما يولدوش كيستعملوا واحد الكينه اللي كتكون على هذا الشكل مثلا. هذا يعني احنا كنستعمل هذا الدواء. هذا هذه كتعطى ثلاثه البكيات، هانتوما ثلاثه، هذه اللي كيكون فيها الايام، راه كلكم بلا شك راكم عارفينها، هانتوما كيكون فيها الايام، هانتوما لاندي ماردي ميركودي، هانتوما كتكون مرقمه، كتستعملها المرأة على حسب الولادة. هاد يعني الأسماء مختلفة، كاين اللي كتشرى، يعني هادي كتعطى يعني مجانا، يعني هانتوما كتشوفوا هنايا انتيردي ا لا فونت، يعني ممنوع أنها تتباع، ما كتتباعش. هادي كتعطى يعني دعم، كدعم من الدولة، وكاينين اسماء مختلفه، ماشي كاينه غير هذه. رانا دابا الناس اشنو واش جربوا واش ما نعرف، قالوا بلي هذا عباره عن تحصين، وحنا دابا راه حنا في الشهر اللي غادي يدخل فيه، الشهر الجاي خاصكم تكونوا محصنين، خصوصا في 15 يوم الاولى. علاش؟ لان الامراض التسمم الدموي فوقاش كتكون إما في شهر 3 ولا شهر 6 ولا شهر 9. الناس كيقلبوا على حلول، على بدائل أنهم ما يشريوش ليبرا وما يحصنوش الأرانب ديالهم. ليبرا كاينين معروفين، كاينه اللي معروفه هنايا في المنطقة ديالنا هي كيني بخافاك. أنا ديما كنهضر على الليبرا هذه، حصنوا الأرانب ديالكم وخليكم من هاد 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 التخربيق هذا. أن كاع الناس اللي استعملوا هادو هاد الدواء هذا سموه واقع، هاد العام ما جاوش الامراض بزاف عليها، راهم كيصحابوا بلي هاد الدواء راه هو اللي صالح، يعني الدواء ديال العيالات ديال منع الحمل، يعني الدواء ديال منع الحمل كيشدوه وكيديروه لهم في الماء، كيدقوه كيديروه في المهراز وكيدقوه وكيديروهم في الماء، كيقول لك غادي يشربوا منه صافي، راه ما غاديش يجيهم المرض. هاد الدواء ما عنده لا بعيد كل البعد على تربية الأرانب. إذا الطريقة الصحيحة وهي ممكن أنكم تعطيو يعني ديك الليبرة، تعطيوها دقوا الأرانب ديالكم كيني بخافاك. الناس اللي ما عندهمش الإمكانيات وما باغي ما عندهمش بزاف ديال الأرانب، ممكن أنهم يمشيو عند شي فرماسيان. حنا عندي واحد الفرماسيان كنتعامل معاه، كيعطيني بالديطاي، يعني ممكن ان واحد ان هذا يعطيني سنتيم ب9 دراهم، انا كيحسب لي ب9 دراهم. كاين الناس اللي كيحسبوا لهم ب10 دراهم. 9 دراهم مزيانه، 9 دراهم انك كتحصن الارنب ديالك لمده سنه. تخيلوا انكم غادي تحصنوا الارنب ديالكم لمده سنه ب9 دراهم. اما هذا الشيء اللي الناس راهم كيقلبوا على شي بدائل انهم ما يشريوش الدواء، كنقول لهم بلي راه غير راه باقي ما جاوش الامراض. اما هاد الدواء هذا راه ما خدامش، راني مشيت وسولت وبحثت، يعني ماشي انا كنحارب هاد الناس هادو، ولكن راني سولت وبحثت، يعني وقلتها لواحد الصديق عندي بيطاري، ماشي غير واحد ولا جوج، انا سولت الناس بزاف، كلهم اول حاجه كيقولوها هو انهم كيضحكوا بعدا، كيقول لك ما يمكنش ان هاد الدواء هذا غادي يصلح لشي حاجه في تربيه الارانب. هذا الدواء بعيد على ماشي تحصين، ماشي شي حاجه فيروسيه، ماشي غادي يمنع شي تسمم دموي ولا غادي يمنع شي حاجه، لا. هذا الناس
جهل، انا كنعتبره جهل. حاولوا انكم تحسنوا الارانب ديالكم بطريقه يعني بالعقل، وان شاء الله غادي يكون الخير. حاولوا في هذه الايامات تحسنوا بعد الارانب ديالكم، لان ديك الابره ديال التسمم الدموي كانت المفعول ديالها ما كيبدا الا من بعد 15 يوم، يعني خصكم تكونوا حصنتوا في 15 في الشهر اللي فات، ولكن راه باقي الوقت. هاد الوقيته هذه حصنوا الارانب ديالكم، ما تخليهمش بلا تحصين ضد التسمم الدموي، يعني ما تخليوش الارانب ديالكم بلا تحصين. هذه هي النصيحه اللي نعطيها لكم. هاد التخربيق بحال هكا باش تبقاو تجيبوا واحد الدواء وتدقوه بالمهراز وتعطيوه للارانب ديالكم راه فكره خاطئه 100%. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، اللهم اني قد بلغت. انا قبل ما كان يعني ندير شي فيديو كنحاول انني نبحث، تبحث باللي هاد الدواء هذا واش صالح. قال لك راه الناس راه هذاك جهل، عباره عن جهل وصافي. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، ما تنساوناش تجي رجام تكيو على زر رجام باش تساندوني، نبقى نعطيكم افكار يعني اللي مواضيع الساعه ان شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، تكيو على زر جيم، تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.